أنتوا أنا وأنا أكتر غيرتها وذي نقد داوين سعيد الكيمبا مرور بوا الدكتور وعن ذل لنا وقت قاعدين وعن هذا لما أنت يمبا موقارك اللي جري عدو والبا موقارك اللي جري سبحان الله سبحانه وتعالى عنك قبر ينا أموره اللي ذا إلهين وسأله إلهي سبحانه وتعالى أنا دم بيجود دم بيجو والد كود بأبين ولا في إلهين أولاده وبركية أنت أولادهم كأنا إلهي أولاد باري هسيه أنت جوردون كأنا جور وناكسن مستقبل وناكسن أبا هسيه قف والبا موقارك اللي تقوقب تربي سبحانه وتعالى وعنك قبر ينا فرج غير قبوس فيلين إلهي نوسهر إلهي سبحانه وتعالى أنا وحفظيو قفو البوم وقالك الليك تكو قبتو عن الله سبحانه وتعالى عنك قبري إنا أساق الرحمن الرحيم دنبي قود إدنبي قوالد كودنا إلهي نو لاف الجنة دول فردوس لأعلان إلهي نو وقوم بشاريو حاسد كو حالي إنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحاكود دنبين أي هوك إي قصارو محايا لي حاسد كفائدة مرحا إلهي إذن كيس هوك أي كود دنبين أي دق دقا بإذن الله الكريم إلهي وحن قبري إنا حاسد كينو هوجيو إلهي سبحانه وتعالى أنا أمضى وكهر ليحيو معايا لي حاسد كفائدة مالها حاسد كان أساس سوق إلينا يا قرارك قيبته وسك سوق إلينا يا مرولبا وعن إيج دونا حق حساسية أو كسب سن مدحي أمنيات كقبل كبنادير حلال كلا دوينا كسوق قبتي دجال يهندا على الشباب ولا جود لي دجان هوسي ماذا قبل كشباب هذا هوسي وعن هي أدى النساء ورئيس وصار تصدق براها برشاد اللي جوشا إيجي أي كشك تي إن أمر كدل كيسة وبيجي هوجا أميها أما أميرك جودة دجال يهندا على الشباب أحمد ديري والله يقان شق أبو عبيدة حد أبو حن إيج دونا وركة نسا إيسو صارتي وريبة حك لو قرصان وكو عدن ديلكا عسر قال كان أمني جوقة بالسنة قبل كبنادير دجال يهندا على الشباب حلال كلا دوجان ودور أهنا الشباب كسو قبتي أو شباب كإدرين إي وريبة حك لو قرصان وكتن نسا كم رح بنان أو صوب حساء ينفافهين دونا هدو الله أود له وسامحه دوان بقى تويتر كإلا هاي هادا نبات سوغيدة يسردون كقرن كصومالية دا النساء ايال لغو صودا بعين مدحي امنيات كاي قبل كبنادير ايدا قال يهندا الشباب واسكع زيلي حلكي مدح امني قاي الشباب كدي مركي او لصفتي اما هاد كارتاي واكو اغينك اميركا الشباب اسلام مركان او كور يميد او اميرتا وبحنا يا أبو عبيدة إسلام وحنا سيدو كلاه أدن نسا وقت قاسي أي شكتي إن بشير قرقاب ومريكان كاي دلين أبشي هوري أي اسكو قروب أي نقدين مدحي أمنيات كال الشباب أي قبل كبنادر كاس ولغو مقا عابي جري موسع وحنا هي أدن نسا حل قاسي أي باهيسي إن موسى معلن واسكا عزلي حلكا أمنيات كال الشباب حالينا وحا هي أدى نبات سوكدة يسردون كقرن كصومالية دا النساء برتا إذا تويتر كاي كسو دابع داي إن مدحي أمنيات كاي قبل كبنادر إذا قال يهندا على الشباب موسى معلن لقود دلي ديقان هوسي ما هذا قبل كالشباب لذا هوسي بولاينا لقود مقعابا وحانا سيدو كلا هي أدى النساء أغرار كاسي أي سيرا عيسي إن وحرين يهي مدحي هول جرينتا أمنيات كال الشباب إي قبل كبنادر عمر محمد وحانا هي أدى النساء أي شكتي إن دلك مدحي أمنيات كال الشباب إي قبل كبنادر وبحيي أميرك قوذي على الشباب أحمد ديري أبو عبيدة وحين سيدو كلاهي أدى النساء قرار كذا إيه كحستي إن وكور يمد شق موسى عبدي وذات كان لقومة عابي جري أمر أواميرته وبحنا يا أميركا على شباب حد أبو حان إيه دونا حكم مدح بنان مدى حي أدى النساء إيه باهيسو كو أدن قاب كدلك وقول لعي مدحي أمنيات كقبل كبنادير موسى عبدي وموسى معلن عبدي حد أبو قاب كدلك سؤول لعي إيه سيدو كلاهي أقاب كدلكاسي لوفلية أيام فافاهين دونا أي حكم مدح بنان مدى النساء أي باهيسي أوان هلني موسى معلن وحلالك لدوغان كسو قبتي دقال يهند على الشباب وعنا داء دي سلقو الشيقي صدون إيسا قال سنجير كراتر سنة دقال يهند على الشباب مدفق وحنا سيدو كلاه حكتا انت أسي إراعين إيسا إن وكم دها تيم كي لباد حل كي لأساسي على الشباب أم دفع دي لباد وحونا سيدو كلاه حلال كلا دوان وكسو قبتي دقال يهندا دقدقاق على الشباب شخصي كان اي كهالليان هي أدى النساء اينا كوشا قان انو يها مدحي امنيات كقبل كبنادير موسى معلن لكن الى حوغالة ايا حقيجين ايا موسى معلن حلقة هي أدى النساء اي كوسو دابع اي سيبارتا تويتر كا قرار كا كو أدن اين حلقي وسكا عزلين مدحي امنيات كا اي دقال يهندا على الشباب اي قبل كبنادير موسى معلن
xilligaasi inuu xirnaa isla markaana u xirnaa amniyaadka al-shabaab amar uu bixiyey amiirka guud ee al-shabaab axmed diiriya abuu cubaydana lagu xiray ilahan warka aan ka soo xiganay waxay sidoo kale intaasi ay tibaaxayaan in muuse macalin aysan jirin khilaaf oo ku aadan inuu xilka iska casilay khilaaf u dhexeeya hoggaanka al-shabaab gaar ahaan abuu cubayda iyo mahadkartaay arrintaasina ay tahay mid aanan jirin islamarkaana nisa qoraalkaasi ay iska soo daabacday ayadoo xilligaasi ka warhaysay in muuse macalin uu xiran yahay waxaana sidoo kale ilaaha warka aan ka soo xiganay intaas ay sii raacinayaan in muuse macalin wakhtigaasi nisa ee daabacaysay warka ku aadan in xilligii uu iska casilay xilkii amniyaadka gobolka banaadir uu u xirnaa dagaalyahanada al-shabaab waxaana al-shabaab muuse macalin oo sargaal sare shabaab ka ahaa dhexdooda lagu eedeeyey in uu la shaqaynayay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa isla markaana sababaha shabaab ay u xireen ay ka mid tahay wada shaqayn uu la lahaa nisa sidoo kalena uu ka dambeeyey dil loo geystay saraakiilsa sare oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo duqeyn lagu diray waa sida ilaaha madax bannaan ee ka madax bannaan hay-adda nisa ay inoo xaqiijiyeen waxaana sidoo kale ila wareedyada aan soo xigannay intaas ay sii raacinayaan in muuse macalin uu muddo uu xirnaa dagaalyahanada al-shabaab laguna xiray amar ka soo baxay amiirka al-shabaab ninka lagu magacaabo axmed diiriye abuu cubaydana loo yaqaan waxaana sidoo kale wararka intaas ay sii raacinayaan in sidoo kale ay jiraan saraakiil kale oo wakhtigii la xirayay muuse macalin lala xiray uuna ku jira sargaalka nisa ee sheegtay inuu xiran yahay laguna magacaabo cumar moxamed waxaana sidoo kale la sheegay inay jiraan shakhsiyaad kale oo wakhtigii la xirayay muuse macalin la xiray kuwaasoo lala xiriirinayo in gacansaar ay la leeyihiin hay-adda nisa iyo sidoo kale ayna ka dambeeyeen dilal loo geystay saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab muuse macalin ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa xubnaha sarsare ee dagaalyahanada al-shabaab gaar ahaan qaybta amniyaadka xilal kala duwanna amnigu uu ka soo qabtay waxaana sidoo kale wararka intaas ay tibaaxayaan inuu jiro tuhun ku aadan in hay-adda nisa uu la shaqaynayay uuna ka dambeeyey dilal loo geystay saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab sida saraakiisha al-shabaab ay ku doodayeen isla markaana ay u adeegsadeen dilkiisa waxaana xaqiiqa in muuse macalin la diray oo ayna dileen dagaalyahanada al-shabaab laguna dilay amar ka soo baxay axmed diiriye abuu cubayda laakiin wararka ayaa waxay intaas ay sii raacinayaan warka nisa ee baahisay oo ku aadan in khilaaf ka dhexeeya madaxda al-shabaab gaar ahaan mahadkartaay iyo weliba hogaamiyaha al-shabaab axmed diiriye lagu dilay muuse macalin waxaase muuse macalin uu sababsaday hay-adda nisa oo la sheegay inuu la shaqaynayay taas ayaa keentay ayaa sida ilaaha xoogaalka ayna u xaqiijinayaan dilkiisa ayna u adeegsadeen madaxda al-shabaab lama caddayn karo muuse macalin inuu ka tirsanaa inuu la shaqaynaya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa iyo weliba in axmed diiriye abuu cubayda amiirka al-shabaab uu marmarsiye ka dhigtay arrintaasi uuna dhiiggiisa uu ku banaysanayay laakiin ilaaha xoogaalka ayaa waxay sheegayaan in muuse macalin sababaha amiirka al-shabaab uu amray dilkiisa ay tahay in lagu tuhmay la shaqaynta hay-adda nisa muddooyinkii dambe waxay barta twitterka ay u adeegsataa faafinta wararka la xiriira al-shabaab iyo weliba in shabaabka dhexdooda ay isqhilaafsan yihiin waxaana wararka la yaab kale ee dadka ay la yaabeen ka mid a oo lagu soo daabacay bogga nisa ay ku leedahay twitterka in al-shabaab dhexdooda ay iskhilaafeen isla markaana mahadkartaay iyo bashiir qoorgaab ay ka hor yimaadeen axmed diiriye abuu cubayda amiirka al-shabaab waxaana dadka qaarkiis ee la yaabeen xilliga nisa warkan ay soo daabacaysay maalmo kadib waa maalmo yar kadib waxaa bashiir qoorgaab dilay diyaaradaha maraykanka waxaana lagu dilay degmada saakow xilli ay la socotay bahdiisa yar waxaana warkan aan idiin soo baahinay amaan ahayn janankii ugu horreeyee baahiyey in qoorgaab ay dileen diyaaradaha maraykanka waxaana dib aad u daalacan kartaa muuqaaladii aan soo gelinay oo waxau janankeenu ahaa janankii ugu horreeyey ee baahiyey bashiir qoorgaab oo nisa ay sheegtay in uu ka hor yimid amiirka al-shabaab ay dileen diyaaradaha maraykanka waxaana dad badan ay isweydiinayaan sugnaanshaha warka nisa ee ku aadan in bashiir qoorgaab uu ka hor yimid abuu cubayda haddii mar abuu cubayda uu ka hor yimid nisana ay sheegtay in qoorgaab uu ka hor yimid banaynta dhiigga dadka soomaaliyeed isla markaana uu ka dhiidhiyey waxa keenay in diyaaradaha maraykanka maalmo kadib ay duqeeyaan asaga iyo xaaskiisa yar isla markaana lagu dilo duqeyntaasi maraykanka ay geysteen waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in hay-adda nisa bogga twitterka ay ku leedahay loo isticmaalayo barbagaan iyo weliba in shabaabka lagu buunbuuniyo taas oo keeni karta in dad badan ay ka niyijabaan hay-adda nisa oo hadda hoosheeda lagu qanacsan yahay
dadka qaarkiis ma hubaan in taliyaha nisa fahad yaasiin uu ka warqabo warka lagu qoraya nisa ama inuu asiga amrayo waxaana haddiin fahad yaasiin uu ka warqabo ama uu amrayo in lagu soo qoro warka shabaabka laguna baahiyo tubitarka dad badan ay isweydiinayaan waxa u diiday warbaahinta gudaha inay baahiyaan warka al-shabaab oo lagu madax banayn waayo warbaahinta gudaha inay baahiyaan warka dagaalyahanada al-shabaab oo kol hore laga mamnuucay haddiiba mar hay-adda nisa ee tubatirkeeda ay ku bumbuuninayso mahad kartay xuseen qoorgaab oo ay dileen ciidamada maraykanka muuse macalin oo hadda la dilay iyo weliba shakhsiyaad kaleoo ka tirsan al-shabaab dhammaantiinba ilaahay aadan xafdiyo ilaahay umuuraha leedinaa sahlo soomaaliyana ilaahay qarannimadeeda soo celiyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay subxaanah watacaala ha isku keeno dhammaanteenba umuuraha leennahayna ilaahay ha inoo sahlo allaahumma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan fajcal umuurana umuuru lmuslimiina kullaha sahla ilaahay o dhammaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga kaalmadaada waxaana kugu weydiisanaynaa magacyada wanaagsan allahu laa ilaaha ila huwa araxmaanu alraxiimu lmaliku lquduus asalaamu lmu'min lmuhaymin alcasiisu ljabbaaru lmutakabbiru lqaaliqu lbari'u